تشجيعا لهم وللاطمئنان عليهم قبل وبعد إجراء الاختبارات. يرافق الآباء والأمهات أبنائهم طوال أيام إجراء امتحانات الباكالوريا، عادة لطالما ارتبطت بالدعم النفسي والمعنوي الذي يقدمه الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى ذويهم المرشحين والمرشحات لاجتياز الباكالوريا. فعلا اليوم ماما جات معايا الامتحان، كاملين بينا كنشوفوا الاباء اغلبيه نهار الامتحان كيكونوا حاضرين مع الابناء ديالهم باش يقدموا لهم زعما الدعم النفسي، وسورتو حنايا التلاميذ كنحتاجوا ديك الدعم النفسي مع كتكون فينا الخلعه والستريس كوميم. كت الوالدين فاش كيحضروا معانا كتنقى شويه نسبه ستريس وديك شي، وكندوزو ان شاء الله باش ندوزو ان شاء الله الامتحان ديالنا بخير وعلى خير. الوالدين كيجيو معانا بوغ نو سوبورتي في ليكزام وديك شي باش ما نكونوش فينا ستريس كثار، باش تحس براسك كاين لونطوراج ديالك، مثلا الوالدين ديالك هما سوبور في حياتك، هما القدوه ديالك، باش ما تخافش، باش تقول صافي انا غنفرحهم ان شاء الله، باش هما يبقاو مفتخرين بيا دائما في حياتهم. هنا بالثانوية التأهيلية مولاي يوسف التقنية بمدينة طنجة، كما الشأن أيضا بثانوية ابن الخطيب، يقف هؤلاء في انتظار فلذات كبدهم تشجيعا لهم للتغلب على كل عوامل الخوف والارتباك بعد اجتيازهم لامتحانات البكالوريا. جيت على حسب ولدي هنا في مدرسة ديال مولاي يوسف التقنية، جيت باش ندعمه ونحفزه ونعطيه واحد دعم معنوي باش يحس باللي انا راه كاينه برا وهو راه داخل باللي راه كيدير واحد الاخر، ولكن الحمد لله هو زعما الانسان كيقرا مزيان الحمد لله. جينا باش ندعموا وليداتنا باش نشوفهم ونتمنوا انهم كاملين يكونوا مزيان وينجحوا، ونتمنوا نجاح لكل شيء، والحمد لله اللي كنسقسيه وكيقول لنا داز مزيان راه كنفرحوا لوليداتنا ووليدات الجميع. جيت لنا بنتي باش ندعمها في هذا النهار الامتحان، ايوا ان شاء الله تكون دوزت مزيان ان شاء الله يا ربي. وكيفاش بنتك دوزت الاجواء والاستعدادات لها للامتحان؟ لا الحمد لله وجدت مزيان، وجدت مزيان صراحه الحمد لله، كنتمنى الامتحان يكون في متناول الجميع ويكون سهل ان شاء الله يا ربي ما يصعبوش عليهم. الحمد لله الامتحان داز مزيان والحمد لله، يعني بريبارينا كاملين بينا مزيان، وان شاء الله الله يكمل الامتحانات كاملين يكونوا على خير ان شاء الله. الماده والتوقيت واش كافياكم باش دوزوا الامتحان؟ دابا الامتحان كان طويل سي فغي بالحق، الحمد لله يعني قدرنا نجاوبو، كاينش الحاجات ما جاوبتش كلشي بالحق اغلبيه الحمد لله. يعني الامتحان كان على بورتي، ماشي صعيب ماشي سهل، الوقت كان اسي سوفيزون، يعني اذا كانت بون جيستيون دو طون يعني تقدر تكملو صافي. وكيفاش دوزتي استعدادات الامتحانات؟ اساسي تخدموا معنا صراحه مزيان، كانوا كيعطيونا لي زور سوبليمونتير، كانوا كيتعاملوا معنا صراحه حتى اون لين يعني فيا واتساب ولي ريزو سوسيو، كانوا كيصاوبوا لنا تمارين وخدموا معنا، يعني كان داكشي مزيان الحمد لله. الامتحان داز مزيان يعني في المتناول، الوقت كان اسي يعني بنادم لي بريباري كان غيجاوب، ان شاء الله كلشي يكون مزيان. انا جاني شي مزيان.